ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ومشرفنا في الاستوديو دكتورة سوسن فايد أستاذ علم النفس الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. أهلا يا دكتورة. يا أهلا بك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أنا قبل ما أبدأ الحلقة أعتقد أن أنا وحضرتك متفقين أن إحنا مش بنتكلم على ظاهرة صحيح اللي هي قتل الآباء لأولادهم. لما وصلتش طبعا. لكن في نفس الوقت أنا دايما بتساءل هو ليه إحنا بنستنى لما يبقى الحدث ظاهرة فنبدأ بالعلاج؟ نعم. ليه لما يكون البداية فردية بس في تزايد؟ صحيح. وتزايد ملحوظ، يعني إحنا عندنا في أسبوع واحد كان فيه حوالي 12 جريمة. نعم. أنا لا يعنيني ملابسات الجريمة. صحيح. ولا يعنيني الأسباب. أيه. أنا يعنيني النتائج. أيه. إن الآباء والأمهات بيقدروا يتخلصوا من أولادهم. أيه. فأنا مستضيفة حضرتك ومشرفاني لأن أنا عايزة الحالات الفردية دي لا تصل إلى الظاهرة. صحيح. هو إزاي أصلاً بقى في الحالات الفردية دي؟ إزاي ابتدت تظهر الجريمة بالبشاعة دي؟ إزاي؟ أيوه. ليه؟ شوف يا فندم، هي طبعاً مش سبب واحد، هي أسباب كتير ومتعددة. الأسباب دي لما بتتشابك وتتفاعل بتهيئ المناخ وتدفع بعض الأفراد طبعاً. أيوة. ودول قلة إلى أنه يقعوا في هذا السلوك الإجرامي. حضرتك عندك أسباب أولها وعلى رأسها المرض النفسي. في أمراض نفسية بتعمل نوع من الهواجس والهلاوس، ممكن يصاب بفصام، ممكن يبقى اضطرابات نفسية، ممكن يبقى شك قهري. يعني أحيانا الشك القهري يصور له أن ده مش ابنه، يبتدي يشك في النسب. أيوة. مثلا. أيوة. في أحيان تانية يبتدي يبقى عنده فصام، فكرة عمالة تزن في دماغه أن الخلاص من الدنيا وأنه يتجه إلى الآخرة، هي الملاذ أن هو يتخلص من نفسه ومن أولاده. أحيانا هو ينتحر كده. صحيح. فبتبقى الفكرة عمالة بتزن في دماغه أنه مرض. فطول الوقت بتزن في دماغه والعرض موجود ولكن المحيطين بيه مش مدركين أن ده مرض. حضرتك في الفترة السابقة الجرائم دي حصلت اللي حضرتك أشرت إليها. أيوة. بس كانت مرة في خلال عدد من السنوات. صحيح. حضرتك أنا اللي خلاني أثير الموضوع ده مع حضرتك إن الفترة الأخيرة في تزايد وحتى لو حضرتك قلتي لي إحنا عندنا تزايد سكاني فالنسبة اللي زادت حضرتك مش متناسبة مع نسبة زيادة الجرائم. لا بالصحيح. لا هو في بلس بقى، يعني مش بس المرض النفسي اللي بيخلي المرض النفسي يتصاعد ويوصل لذروته بحيث إنه يحصل الجرم، إنه أحيانا كتير جدا بتلاقي المرض بيخليه يتعاطى مخدرات. أحيانا كتير جدا من كتر آلام المرض والاضطرابات اللي بيعاني منها والتوترات تخليه يلجأ لأنه ياخد مهدئات تتطور لأنها تبقى مخدرات شوية، وتلاقيه محاط بميديا كل وقت شايف صورة العنف والتجرؤ على الجريمة، بيستقر في وجدانه أن الفكرة والطريقة على طول قدامه بتتكرر كل يوم، فبتخليه يستهين بأنه هو إيه المانع أن هو يقوم بالفعل ده في لحظات الخروج عن الشعور وهو مريض ومتعاطي مخدرات. هل الكره للطرف الآخر يا دكتورة ممكن يوصل الشخص أنه يكره أولاده؟ أنا عجباني قوي في تسلسل أسئلتك والله. ما يخلي حضرتك. ممكن الكره دي مرتبطة بأزمة القيم. ما أنت عندك أزمة قيم. أنت النهاردة عندك أسرة بقالها سنوات بتجري ورا المادة، يا إما الأب مسافر يا إما متعدد الـ يعني بيشتغل في أكتر من عمل، والأم متعددة الأدوار بتشتغل بره بتشتغل جوه، مفيش تراكم عاطفي بيحصل زي زمان ما بين الأم والأب والأولاد. بقى فيه كل واحد القيم المادية تعالت مع التطلعات اللانهائية. أيوه. على حساب القيم المعنوية، فبقى ممكن شعور بالقسوة والعنف والكره. هو مشاعر الأمومة هي مش بتولد بالطبع. مع ولادة الطفل طبعا. هو أولا في شواذ وفي استثناءات، في شواذ وفي استثناءات. يعني لا أنا عايزة أقول إيه، في قطة أكلت ولادها يعني. من لا بس القطة اللي بتاكل ولادها عشان بتحبهم وخايفة عليهم مش بتكرههم. ما برضو ما في واحدة سمت ولادها عشان خايفة عليهم، يبقى دي على الأقل يعني هو مرض. بس هنقول إن الأمومة بداخلها أمومة مرضية. بالظبط. لكن أنا قصدي إيه حضرتك؟
زوجين انفصلوا عن بعض نتيجة خلافات طائلة. أيوة. أو زوجة نفسها تنفصل عن زوجها ومش قادرة عشان خاطر الأولاد. كويس. هل ممكن الكره للطرف الآخر يخليها توصل لمرحلة إنها تفكر تقتل الأولاد عشان تخلص من هذه الحياة؟ بصي، في حالة الجهل والمرض وتردد الفعل الإجرامي والعنف طول الوقت في صور كل يوم بتشوفها، زائد اذا كانت ايه علاقه الجهل بالمشاعر دي؟ لانها حضرتك ما عندهاش ترشيد للمشاعر، ما عندهاش حلول بديله، فبتستقرب انا عايزه اخلص، ما عندهاش افكار يعني اعمال عقل، ما مش عارفه تفكر ازاي تبقى ذهني بالظبط، في حلول تخليها حلول بديله يعني. طب هل الحلول دي مش صوره مجسده للانانيه ودي لا تجوز مع مشاعر ام لاولادها؟ قلنا ازمه قيم، ما فيش للاسف ازمه قيم. للاسف في تراجع للمؤسسه الدينيه، كل الاهتمام بالشكل والطقوس والعبادات والمظهر، ولكن دعم القيم الاصيله للاسف ما فيش رعايه للموضوع. انت النهارده بتلاقي فيه لجوء لانه يتفرج على الميديا بتاع زمان الابيض واسود عشان بتنمي او بتحسسه بشعور الايثار والتضحيه، والناس تقعد تتفرج تبكي لانه بيخاطب الفطره. النهارده في الحديث ما فيش الكلام ده. طب حضراتكم في مركز البحوث الاجتماعيه والجنائيه ما فكرتوش ابدا تقدموا توصيه بان لابد من مراجعه السيناريوهات الخاصه بالافلام اللي بتعرض، لان ده بيعلي مستوى الجرائم الموجوده؟ والله فكرنا وعملنا وكتبنا التوصيات فعلا، بس هو اعتقد انه الميديا عندها مراكز خاصه بيها، مراكز بحثيه خاصه بيها تعتمد عليها، فما بتلجأش لا انا اعتقد انها ما بتعتمدش عليها. هي ممكن يعني انا اعتقد انها موجوده، لكن موجودة. انا ما اعتقدش انها بتعتمد عليها. بس تعتمد عليها من عدمه ده انا ما اقدرش افتي فيه طبعا، لكن هي موجوده. اذا هي محتاجه او حتى يعني تؤمن بان الابحاث لها اهميتها والتوصيات يجب النظر اليها، وتبقى الميديا والمضامين الاعلاميه مدروسه، اكيد هيبقى في فرق من الهدف التجاري هو الأساس في الأعمال الدرامية والميديا طول الوقت بيفكروا العائد المادي أكتر من كده للأسف. وحتى رأس الدولة في خطابه السياسي أكتر من مرة خاطب بأنه أنا عايز إصلاح للاتجاه ده، بس القيم ودعمها ومحاولة يعني إخراج مضامين إعلامية تعمل على استقرار المجتمع وتهدئة المجتمع من العنف. طيب خليني أسأل حضرتك سؤالتين. اتفضل. هل دلوقتي حضرتك الجريمة عدوى؟ يعني هل اللي بيشوف جريمة اتعملت ممكن الجريمة دي كأنها عدوى ممكن تصل للبيهيفير بتاعه او للسلوك بتاعه؟ لو توفرت بقى الاسباب اللي قلنا عليها دي، لو توفرت وهو شاف نماذج عماله تتكرر قدامه فهيعتبرها فكره مبتكره. اصل حضرتك 12 في اسبوع. أيوة. يعني 12 حاله قتل اطفال في اسبوع، لا ده مش عادي. ده مش بقى طبيعي طبعا. ان هو خلي بالك المرض النفسي برضو من الحاجات اللي بتخليه يظهر الضغوط الاقتصاديه والضغوط المعيشيه وعدم الوفاء بمتطلبات الحياه. ممكن المرض يستنى كامل لو ما كانش فيه ضغوط بتفجر المرض ده، فضلا عن انه زي ما حضرتك قلتي بالظبط انه بيشوف حالات قدامه فبتبتدي الفكره تدخل في ذهنيه في ذهنه ووجدانه وتلح عليه، تفضل تلح عليه. لانه انت مثلا والله بتقولي والله دي فكره، لو هي حاجه ما انتيش معتاده ليها او ان مش حاضره في ذهنك وشفتيها تقولي واي نوت. طب ايه المال؟ ما هو اصل ليه سالت سيادتك السؤال ده؟ لان لو كان اجابه السؤال زي ما حضرتك قلتي، ما ده بيؤكد ان الافلام اللي بتعرض اللي فيها هذا الكم من العنف والجرائم هي بتوجه المجتمع لزياده معدل الجريمه. لا، الاول العنف وبعدين العتبة الثانية، ما هو بيبقى تدرب. هو العنف جريمة، العنف جرائم العنف بقى، أو جرائم العنف هي دي اللي ممكن تيجي بعد. احنا بقالنا سنوات نشتكي من العنف وما بنعملش حاجة. طب ايه اللي المفروض نعمله؟ ما احنا ما دام حطينا ايدينا على اسباب المشكلة يبقى ايه اللي نعمله عشان نعالج المشكلة؟ اول حاجة بالنسبة للأمراض النفسية يجب تصحيح مفهوم ان العلاج النفسي ده جنون، ان واحد بيروح يتعالج نفسيا ده واحد مجنون. دي بينكر المرض وبيقاوم العلاج وبيرفض. وحدك المريض النفسي ممكن يعرف انه مريض نفسي؟
اللي حواليه على الاقل لغايه ما يعترف ان هو محتاج مساعده. اللي حواليه بيلاحظوا ان في عرض مش طبيعي، ما تقولش بقى لا ده هو طبعه كده، لا ده هو دي خصلته، لا ده في حاجه ابنورمال، فلازم يروح للدكتور ويعتبر ان المرض النفسي زيه زي اي مرض عضوي، لان ده ثقافه. لما احنا بنعتني ببعض ويتجه للمريض ياخد مساعده بالتاكيد في بدايه المرض، هتحميه من كتير وتحمي المجتمع من كتير. لكن للاسف شديد جدا خلينا برضو نقول حضرتك ان المساعده النفسيه دي شيء مهم جدا. لكن هرجع لكلامك بس هكمل لحضرتك ان بقيه الاسباب ان مش بس ده، لا ولابد كمان ثقافه البعد عن المخدر المخدرات لانها لازم توضحي اضرارها وتبعيتها وان دي مدمره. الثقافه دي اصل ما تقدرش تجيبي على كل واحد عسكري وتقولي له انت لو ما حصلش لقينا في جيبك مخدر احنا حيانا. لا ده لازم هو اللي يرفض، هو اللي يرفض المخدر من خلال برضو الثقافه. الثقافه مهمه جدا. وبعدين برضو بالنسبه للاعلام الثقافه مهمه جدا، ان انت طول الوقت ما تدعميش فكره، ما تجيبيش اللي بيتعاطى وتخليه مثلا 20 حلقه بيوريكي بيتعاطى ازاي. لا وحضرتك وممكن يتاجر ويبقى مليونير وجنبه أيوة. اجمل بنات في العالم بالزبط. وفي الاخر بقى يبقى يموت ما يجراش ان مات بعد يعني على فكره دقائق. ان مات يعني على فكره وكتير جدا بالزبط. احنا دلوقتي اصبح نهايه الافلام بتاعتنا، كان زمان لازم الحرامي يموت او يتمسك او يتسجن. دلوقتي حياتك احنا كتير الضابط هو اللي يموت والحرامي يركب اليخت ومسافر. حضرتك يعني بنظره سريعه ادركتي هذا. فضلا عن المؤسسه الدينيه يجب تهتم بتدعيم القيم. ده بقى السؤال تاني لحضرتك. حياتك طالبه ايه من المؤسسه الدينيه؟ شوف يا فندم دلوقتي انا عايزه اسال حضرتك سؤال بقى معلش. اتفضلي يا ريت. بعد الاسبوع اللي حصل فيه الاحداث دي كلها، هل طلع حد من الرموز الاسلاميه وخاطب العقل المصري والمواطن المصري وضميره ووجدانه في ان اللي احنا وصلنا له ان ممكن ده يحصل ولو على نطاق ضيق، احنا ده اضراره كذا وعقابه في الدنيا كذا وعقابه في الاخره كذا و حد طلع قال بالنسبه لاي ظاهره سلبيه بتحصل في المجتمع تحليل وردع للظاهره دي؟ ما حدش بيطلع. لازم المؤسسه الدينيه تلتحم مع الواقع، ما تبقاش قاعده كانك بتقري كتاب بعيد عن الواقع. لازم اي حاجه تحصل في المجتمع سلبيه طب هل حضرتك هو يبقى بس فيها معالجه. هل المطلوب من المؤسسات الدينيه؟ لا ده مستوى بس. هل احنا مش محتاجين نروح لمستوى قبل ده بشويه؟ ما لسه هقول لحضرتك التأهيلي ده مستوى مزبوط. لكن في مستوى تاني بقى انك انت المفروض تلتحمي مع التعليم وتبقى في خطه لتدعيم بعض من القيم مشتركه ما بينك انت كمؤسسه دينيه وما بين التعليم والاعلام وفي نفس الوقت الثقافه. لازم يبقى في هدف مشترك ما بين المؤسسات دي. حضرتك هل ده مشكله مؤسسات دينيه لان الكتب فيها كل حضرتك بتقوليه، ولا هي مؤسسات تعليميه لا تقوم بالتدريس؟ ما هو الاثنين يا فندم. يعني هو دلوقتي لو انا قعدت انا مثلا منوط بيا المؤسسه الدينيه انا عايز ابث قيم كذا 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 واصلح الازمه القيميه دي في المجتمع، فبلتحم مع مسؤولي المناهج واقول احنا عايزين نعمل كذا ونلقن ويبقى في قصص يبقى في ايا كان، المهم هنتفق ان القيم دي هنثبتها في المناهج. أيوة. نفس القصه بالنسبه للاعلام، نفس القصه فين الحملات التثقيفيه وندوات التثقيفيه وقصور الثقافه، الكلام ده كله يعمل مناخ ثقافي صح. لو انت الطفل حتى بيجي يقول لاسرته والاعلام بيدخل البيت والثقافه المفروض تبقى في كل الهيئات والكيانات والمراكز الشباب والمؤسسات والنوادي والشركات والمصانع اللي بيها تهيئ المناخ لثقافه البعد عن المخدر، ثقافه مش عيب ولا حرام ولا غلط ان احنا نعترف بالمرض النفسي، انه قيم بقى البعد عن الانانيه وتحمل المسؤوليه وتحمل الصعاب وانه مش ما نهربش وان نصبر قيمه الصبر. طيب كل ده مفروض حضراتكم في مركز زي مركز القائم للبحوث الاجتماعيه والجنائيه. نعم. انتوا بتنتظروا دائما الى ان يكون الحدث ظاهره، لكن الحوادث اللي نكون نسميها ايه فرديه بدايه مؤشر لاحتمال التحول لانها تكون ظاهره، ده ما بياخدش من حضراتكم اي نوع من اي انواع الدراسه؟ ما حضرتك لما نعمل دراسه عن العنف الاسري واثنين وثلاثه ونقول ايه اسباب العنف الاسري، يبقى ده معناه حضرتك انه بنتنبأ
احنا داخل الدراسة بان ممكن يحصل تصعيد لانها تبقى جريمة. هل بيؤخذ بتوصياتكم؟ للأسف شديد جدا يعني قلما متخذ القرار ينظر نظرة الى ابحاث الانسانيات. طب هو المركز دوره ايه لو مش بيؤخذ بالتوصيات او حتى ينظر لها؟ مش شرط الاخذ يعمل اللي عليه، هو هدفه اساسي ان هو مش بقى يدرس الظاهره بعد ما تحصل، يتنبأ بالظاهره قبل حدوثها. بالظبط ده اللي انا كنت عايز اساله حضراتكم. بتتنبأوا كمان بالظواهر؟ ايوه بالنبأ. طيب ما هو دوركم التنبؤ. ايوه حضرتك عاوزه تقولي لي ان لما بتتنبؤوا بالظاهره يعني ما حدش بيعيرها اي اهتمام؟ ما انا هقول لحضرتك المفروض، عشان كده رئيس مجلس الاداره وزيرة التضامن بحكم الوظيفه لازم ينقل الدراسات وينقل الابحاث لمجلس الوزراء، عشان كده اختير رئيس مجلس الاداره وزيرا للتضامن عشان ينقل الكلام ده، دي مسؤوليته. كويس. نعم. فانا دي بقى يسال عنه الوزير. يسال عنه. هو ايه حياتك العقوبات اللي بتفرض على قاتل الاب لابنه؟ هل عقوبات القانون بتاعنا مخليها زي القتل العادي ولا بتبقى مغلظه ولا مخففه؟ اعتقد يعني ولو ان ده مش تخصصي انه قصه القتل بتبقى في كل الاحوال هي نفس العقوبه، الا انه اذا دخل المرض النفسي بتتعمل لجنه وبيخفف الحكم وممكن يقضي بقيه حياته في مستشفى امراض نفسيه او عقليه. يعني لو العنصر ده ثبت ان هو فعلا يعاني من مرض نفسي فبيروح للمستشفى، يروح المستشفى ويخفف العقاب. طب حضرتك جواكي اي شعور ان احنا لازم ناخد اي اجراءات يعني نقدر نقول اجراءات احتياطيه؟ نعم. لعدم تطور هذا المشهد انه يصل الى كونه ظاهره؟ يعني الى حد ما برضو الاعلام له دور كبير قوي، يعني حضرتك بتعمليه النهارده ده انا بشكرك عليه حقيقه. لانه انت بتنبهي وفي نفس الوقت يعني بتطلقي العنان انتبهوا ايها الساده، يعني مش مفروض يبقى في صمت، المفروض يبقى في على الاقل حلقات بتناشد البعد الثقافي انه اذا لاحظت اي حد من افراد الاسره يعاني من اعراض غير طبيعيه حاول تقدم له المساعده بانه يعرض نفسه على طبيب. هل مشاكل الاسره وحياتك اكيد طبعا عارفه قانون الرؤيه ومشاكل الطلاق ومشاكل الاختلافات ما بين الزوجين او المطلقين ما الى ذلك، هل حضرتك شايفه ان ده ممكن يكون احد الاسباب ان حد فيهم يفكر يتخلص من الرابطه اللي بتربطهم بيهم هما الاثنين او علشان ينتقم من الطرف الاخر؟ ما ممكن دي تحصل بس يعني بنسبه قليله جدا. اصل انا بقول لحضرتك ان انا استغربت جدا اول ما نزلت البوست ده على صفحتنا في البرنامج. ايوه اول ما نزل كل اللي شاركونا. أيوة. مش طبعا مش كنقول معظمهم. نعم. كلهم عندهم قضايا رؤيه امهات او اباء. نعم. والاثنين كل طرف بيتهم الطرف الاخر، وعلشان كده انا مش بوريكي ابني، وعشان كده انا مش ببعت عندي ابنك. دي خطيره جدا. بصي بره عشان مثقفين وعندهم درجه من الوعي لما بينفصلوا بيستنوا اصدقاء، وهنا برضو في طبقات اللي هي عندها ثقافه عاليه برضو بيستنوا اصدقاء، مش لازم ندمر بعض عشان انفصلنا، ودي برضو ثقافه لازم نتعلم ازاي نحمي نفسنا واولادنا، بان مش معنى الانفصال دي شركه فشلت خلاص كل واحد هيبتدي حياه جديده، ما يبصش لانه يدمر القديم، دي ثقافه برضو. انما للاسف اللي بيحصل ويغذيها العلاقات الاسريه بقى، اذا كان الزوجه لها اهلها وهو له اهله وابتدي بقى للاسف. هل حضرتك معدلات الطلاق المرتفعه جدا وده ما بداش من النهارده؟ نعم. معدلات الطلاق المرتفعه بقى لها سنوات. صحيح. يعني في من اللي هم دلوقتي متزوجين حديثا. صحيح. كانوا من عائلات مطلقة. مطلقة لأن الطلاق بادئ في مصر بقاله فترة من أعتقد من بداية ظهور قانون الخلع كمان. بدأ نسبة الطلاق والانفصال تعلى قوي. هل حضرتك اللي بيقوموا بالجرائم دي ممكن يكون ده برضو ناتج عن انفصال الأبوين أو عدم وجود جو عام أسري؟ أيوة. يساعدهم على قوي. شوفي حياة طبيعية. المرض النفسي بيجي أو يعني العقد النفسية ممكن تيجي من اضطراب العلاقة ما بين الأب والأم، ممكن الطفل بيجي له حالة نفسية معينة، ممكن يجي له حالة من الصراع في الطفولة بيتولد عنها مرض.
فإذا العلاقات الأسرية لما بيبقى فيها توتر واضطراب وعدم استقرار، ده بيأثر أكيد على الأطفال وبيصابوا بأمراض. بس العلاقات الأسرية عشان تبقى سليمة ونحافظ على الأسرة ونحافظ على الأجيال، لازم يعتمدوا على نقطتين مهمين جدا: التكافؤ الاجتماعي عشان اللي لسه هيتجوزوا، أيوة، والتوافق النفسي. يبقى في توافق نفسي وتكافؤ اجتماعي عشان بعد يبقى في عقلانية في الاختيار. وبعد كده في العلاقة لابد يبقى دوري فيه حوار ما بين أنا عملت ده وزعلتك، أنا عملت ده وزعلتك، معلش نتفق من جديد على إن ما نعملوش، نجدد العلاقة ونرشدها طول الوقت. إنما لما بيحصل تراكم إن أنا شايلة وزعلانة وأنت، وبعد كده بيحصل الصدام والانفصال. طب خليني أرجع مع حضرتك يا دكتورة سوسن. سنوات بسيطة ماضية، نعم، كان قتل الزوجات للأزواج في الأكياس ده كان حضرتك يعني هو الترند، مظبوط؟ حصل. وكان يعني حتى الموضوع ده انقلب بقى كوميديا ساخرة بين الأزواج والزوجات، لأن طبعا كان نسبة الزوجات اللي بتقتل أزواجها كان بدأت برضو تظهر بمعدل مرتفع، مش بسيط فعلا. طيب لما حصل ده، هل حضرتك تفتكري قانون زي قانون الخلع مثلا طبقا لدراساتكم، أيوة، قلل معدل قتل الأزواج ولا ما فرقش؟ لا اكيد، ما حضرتك شايفه ما بقاش الاكياس والتقطيع مش يعني قانون زي قانون الخلع، هل كان له سبب نقول مؤشر ايجابي لانخفاض مستوى القتل بين الزوجات للازواج او العكس؟ هو فعلا في زوجات الازواج في عوامل كتير. اولا فرصه الطلاق دلوقتي ما بقاش الزوجه تخاف تطلب الطلاق لان اعتمدت على نفسها اقتصاديا لحد كبير، فما بقاش وصمه كمان الطلاق زي زمان. فبقى ده حل بدل لما اقتل، ما ساعات ما بيرضاش يطلقها، فالخلع برضو حل، في حلول بديله من انك تخلصي على الزوج يعني. طب ما انا بسال ليه السؤال ده يا فندم؟ اتفضل. طب هل احنا بقت الجرائم في المجتمعات مش بس مجتمعنا، ايوه، مراحل؟ يعني في مرحله كانت بتتسم، مش هنقول بتتسم يعني، كان فيها بعض الظواهر لقتل الزوجات لازواجهم، ايوه، واحنا دلوقتي بنمر بمرحله قتل الاباء والامهات لاولادهم. لا، مش مراحل، هي ظروف بتتغير. يعني ايه؟ يعني في مرحله اللي سافر فيها الاب للخليج وقعد سنوات، لما جه يرجع ما بقاش مقبول خلاص، حصل نوع من التعود على انه هي تعيش لوحدها، واحيانا بيكونوا علاقات اخرى، ولما بيجي الزوج بتبقى مشكله مش عارفه تتخلص منه لان هي سابها سنوات. والعكس صحيح، ممكن بيروح يتجوز هناك وبيسيبها هي هنا، برضو العامل المادي هو اللي خلاه يسيبها وتسافر وخلاه يرتبط هناك او خلاها هي ترتبط باخر هنا. فدي كانت فتره، بس اعتقد ان حصلت مساله السفر للخليج يعني، ما بقتش طبعا دي فتره احنا معانا مداخله الاستاذ محمد بدوي مجاهد من علماء الازهر. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. اهلا يا سيدنا الشيخ، اتفضل. تعليقك ايه يا فندم على 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 الظاهرة الغريبة الفترة الأخيرة لقتل الآباء والأمهات لأولادهم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة يعني احنا ما نقدرش نسمي دي بعد إذن حضرتك طبعا ظاهرة. هي مش ظاهرة، لا طبعا هي مش ظاهرة، لكن هي يعني أمور فعلا أصبحت بترى للأسف، وده يعني أمر بينكره الدين إنكار تام، لأن مفترض أن الأبناء هم مسؤولية مشتركة بين الوالدين، حتى أن الله تبارك وتعالى بيّن في محكم كتابه هذه المسؤولية، وأن الآباء مسؤولون مسؤولية كاملة وتامة عن مراعاة الأبناء والبنات. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلو أن كل الآباء علموا بأن الأبناء مسؤولية تجاه آبائهم وأيضا مسؤولية مشتركة تجاه أمهاتهم، لقام كل من الوالدين بالدور الذي خول له من قبل هذا الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لما نيجي يا دكتور نشوف إزاي الدين بتاعنا جعل سعي الآباء والأمهات في صحيفة حسنات الزوج وأيضا في صحيفة حسنات الزوجة، هنشوف قد إيه الأب عليه مسؤولية كبيرة تجاه الأبناء وتجاه البنات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع بعض أصحابه فرأوا رجلا شابا نشيطا يسعى، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، يعني لو كان سعي هذا الرجل ونشاطه وقوته في سبيل الله لكان ذلك خيرا. فقال صلى الله عليه وسلم لو كان قد خرج يسعى على نفسه يكفها عن المسألة فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج يسعى على أبنائه صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج يسعى على والدين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. فلو إن الأب عرف إن الجنيه اللي بيكتبه ده واللي بيحط منه الطعام والنفقة في فم الأولاد والبنات والزوجة بياخد به ثواب وأجر من الله تبارك وتعالى لدفعه ذلك إلى مزيد من توفير الراحة التامة والقيام بأعباء هذه المسؤولية تجاه الأبناء والبنات. حتى إن الأب لو فهم ما عليه من هذه المسؤوليات لا أقام نفسه. أشكرك يا سيد الشيخ، أشكرك يا فندم، أشكرك على علمك. زي ما حضرتك قلتي إحنا محتاجين توعية دينية أكتر لأن ديننا بيرفض كل هذا. بس خلي بالك إن عندنا أباء وأمهات لجيلين أو ثلاثة محتاجين تأهيل لكيفية التربية السليمة. طب حياتك التأهيل ده كان برضو أشار إليه القيادة السياسية إن هنعمل تأهيل ما قبل الزواج كمان. نعم. طب في الوضع الحالي دلوقتي نعم. هل في أي دورات تأهيلية؟ من خلال الإعلام. الإعلام يا فندم ده بيدخل كل بيت، هتقدري إزاي توصلي لكل الملايين دي إلا من خلال ده بقى سلاح ذو حدين، يعني إن ما استفدتيش بيه إيجابيا بالتأكيد هيروح الناحية السلبية. أيوة. فإحنا عايزين يبقى إحنا عندنا برامج كتير و24 ساعة الميديا شغالة وقنوات كتير. بالظبط، يعني يدوا حضرتك فرصة للي بيربوا إنهم يربوا باعتدال ووسطية ويخلوا بالهم وينبهوا لإيه اللي ممكن يخليهم ينحرفوا أو يخلي عندهم برود نحو أبائهم وأمهاتهم، وينبهوا الأم بالذات. الأم لو أعددتيها أعددتي فعلا شعب طيب الأرض. فده مهم جدا جدا، يعني أنا شايفة قصة العناية بالأسرة هي أساس كل المشاكل اللي احنا أو الزوار اللي احنا بنعاني منها. وهو كان رأس الدولة قال في الخطاب السياسي الأخير أنه العملية في الأسوري في المؤتمر الشباب الأخير قال قصة أنه بناء الإنسان المصري مش مسؤولية الحكومة. فأنا مختلفة مع سيادته بصراحة، ده الحكومة متمثلة في التعليم والإعلام والثقافة والمؤسسة الدينية بالتأكيد مسؤولية المؤسسات دي في بناء الإنسان المصري، بل وإعادة صياغة تفكيره وسلوكه اللي احنا بنقول عليه دلوقتي. فلازم يقعدوا ويتفقوا على هدف مشترك يدعموه كل بحسب تخصصه، ويكون في تكامل وتنسيق وتناغم مستمر بينهم لخلق مناخ صحي طارد هذه السلوكيات المنحرفة. أشكرك يا دكتورة. دكتورة سوسن فايد، أستاذ علم النفس الاجتماعي بمركز قومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، شرفتينا يا فندم. أنا اللي بشكرك وحقيقة بحييك على اختيارك للموضوع، وأرجو أن يكون في متابعة إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا وصلنا كده لآخر فقرتنا الأولى، هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني ونشوف الطلاق الصامت. ابقوا معنا.